خلال شهر ما زالت تحتدم نقاشات داخل مجالس التيار الوطني الحر، حيث لم تهدأ التسريبات النقيلة للأحداث الصاخبة داخل أسوار التيار. وأخيراً واقعة جلسة انتخاب الرئيس الأربعاء كانت بمثابة انقلاب على قرارات باسيل الرئاسية من قبل نواب التكتل بعد الشكوك التي دارت حول هوية 5 نواب قد صوتوا لفرنجية بحسب معلومات الشرق الأوسط. في هذا الإطار أشارت مصادر مطلعة على مناقشات قيادة التيار بشأن الملف الرئاسي أن رئيس الوطني الحر مستعداً في أي لحظة لاتخاذ القرارات التنظيمية المناسبة بحق من يخالفون قرار التيار بالتصويت للمرشح جهاد أزعور. كما نقلت صحيفة الأخبار كواليس اجتماع دعا إليه باسيل كل أعضاء التكتل في إحدى صالونات مجلس النواب بعد انتهاء جلسة الأربعاء الفائت، وسأل عما إذا كان هناك من خالف القرار، ولكن بحسب المعلومات عينها هذا السؤال لقى رفضاً من النائب ألان عون لجهة طريقة المساءلة، في حين أشارت الصحيفة أن جبران باسيل سمع جواباً واضحاً ومباشراً من نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بوصعب بأنه لم يلتزم بالقرار. عامة كل الكلام تبين أنه كلام استهداف لا التيار الوطني الحر، لأنه الحسبة بيّنت ومعروف الكتل النيابية كيف صوتت، ويلي حتى صوتوا أعلنوا عن حالهم. فبالتالي الكلام عن وحدة التيار هو استهداف للتيار، التيار واحد موحد سوف يبقى متماسك، وهذا أمر يعني خلص انت شفتي كيف تجاوزوه. على المقلب الآخر، نقل موقع لبنان ديبيت معلومات حول نقاش جدي يحصل داخل التيار الوطني الحر حول ما إذا كان سيواصل المواجهة مع الثنائي الشيعي في الملف الرئاسي أو أنه سيتوقف، بدلالة أنه لم يشارك في اجتماع النواب الداعمين لجهاد أزعور. هذه المقاربة هامة للغاية، لا سيما أن جلسة الانتخاب الأخيرة بعثرت أوراق العديد من قوى المعارضة وبالتحديد أوراق زعيم الوطني الحر باسيل، إذ سجلت في صفوف نوابه خروقات كبيرة بحسب المعلومات. بالرغم من تأكيد نائب تكتل لبنان القوي غسان عطله عبر الجديد بأن كل نواب التكتل التزموا قرار باسيل بالتصويت لأزعور. أخيرا، الأضواء لن تحجب عن باسيل وفريقه حتى الانتهاء من الاستحقاق الرئاسي، فبحسب صحيفة الأخبار يرى البعض داخل التيار ضرورة بتأجيل الملف الداخلي للتيار إلى ما بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية. أما بالمقابل يميل زعيم التيار إلى حسم الموقف سريعاً.